السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام لي. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. دي الفراخ اللي خارجه معانا من الفقاسه، جبتهم حطيتهم في البوكسه كده وسبتهم لحد ما خدوا على المكان وعلى الجو الجديد بتاعهم. ما حطيتش العلف ولا ميه، سبتهم حوالي عن ساعتين سلام من غير اكل وشرب اهوت لحد ما نضفوا قله بطنهم خالص تماما، والفراخ فاقت ووقفت على رجليها ما فيش فيها اي مشكله خالص. موجود معانا بقى هنا حبايب قلبي الرومي بتاعنا اهوت، ثواني بس لحظه. الرومي بتاعنا يا حبايب قلبي، ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. هنستقبله مع الفراخ، ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. بس يا ريت الكل كده يدعي بالبركه ان ربنا يبارك، وتبقى دفعه الخير كده مع بعض كده ان شاء الله. لان انا زي ما قلت لكم حابه ان نعمل قطيع كبير جدا جدا من الرومي. لو اي حد محتاج رومي يا جماعه بس يعرفنا هو منين، لان في ناس طالبه مني رومي وانا مش عارفه هما منين. فانا يعني هرد عليكم، انا ماشي تمام هشحن كل حاجه، بس انا مش عارفه الناس اللي محتاجه منين. اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امركم، مفيش اي مشاكل خالص. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان الخير اللهم امين. ربنا يبارك ليا وليكم. دي الرومي اهوت، ومعانا الفراخ اللي خرجت من الفقاسه، ومعانا الفراخ الجميزه اللي هتروح لام محمد. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. ربنا يبارك يا رب. دول 20 كتكوت جميزه لام محمد. حاولت ان انا اجيب لها برقبان كتير، فلقيت ان بادي مفيش حوالي عن 5 برقبان بس، والباقي ايه 15 تانيين من غير رقبان، فمفيش مشكله خالص. فربنا يبارك يا رب. فهستقبلهم برده معانا النهارده مع الفراخ ومع الرومي لحد بكره، ما اجهز لها الجميل بتاع البزراميت عفوا مع الجميزه ان شاء الله، ونشوف هيبقى معانا كام كتكوت جميزه. المفروض ان ارد عليها النهارده واقول لها في كام كتكوت جميزه، بس والله لسه مانيش عارفه انا عندي كام كتكوت عفوا بزراميت، مش عارفه يبقى عندي كام كتكوت بزراميت، فلسه والله ما انا عارفه هيبقى كام كتكوت بزراميت. انا كنت حابه ان انا اسلم لها الطيور صايمه وهي تستقبلهم عندها، عشان بس بقى الامل فراخ شويه لما بتكون متحضنه في مكان او واكله في مكان وتخرج تمشي مسافه طويله. فربنا يسترها معايا ومعاها يا رب ان شاء الله، هي بنت خير وبنت حلال، فربنا هيبارك لها في الشيء اللي هيروح لها ويرزقها يا رب منهم الخير اللهم امين. اللي هيفضل مستمر معانا الفراخ البلدي والفراخ الرومي، دول هيفضلوا مستمرين معانا على طول معاكم على القناه، وهنربهم مع بعض ان شاء الله. فربنا يبارك، انا قايله لهم لمبه بيضه اللي هي الموفره، مفيش نور احمر خالص. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، عشان بس الرومي ما يبقاش محتر من اول يوم كده ويبقى المكان حر عليه. فربنا يستر، الاوضه اصلا حر، خصوصا ان في لمبتين تانيين قايدين في قلب الاوضه والفقاسات شغاله في قلب الاوضه، فالمكان دافي جدا جدا. انا عن نفسي مش طايقه اقعد في الاوضه دقيقتين على بعض، فمضطريه بس عشان اشوف شغلي، لان اكتر شغلي في الاوضه اللي فيها الفقاسات. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. هتعملوا ايه النهارده يا ام ليلى؟ انا لقيت عندي بيضه مكسوره، فقلت ليلى اسلقوها يا ليلى للرومي. انا مش حابه ان انا استقبل على بيض وكلام من ده، بس البيض كلسم حلو جدا جدا، بس لما بتعودوهم على بيض بيبقوا عايزين بيض معاك من اول يوم. جايبه لهم حاجه جميله جدا جدا، الميه دي ممتازه جدا جدا، فيها سحر وفيها خيال لاستقبال اي طيور او اي طيور عندك. ما ترميش الميه دي خساره، اوعي ترميها، حطها للطيور بتاعتك باستمرار، هتلاقي نتيجه سريعه جدا جدا وكويسه. لو بتعاني من اسهالات او بتعاني من اي حاجه، لو عندك طيور عمر يوم وعايز تستقبليهم استقبال كويس، هات الميه دي تحط اي مكون بقى انت هتحطيه عليها، سواء محلول جفاف او عصر اسمر او سكر، حطيه على الميه دي ومش تندم. الميه دي بتاعت ايه يا ام ليلى؟ دي ميه الرز يا جماعه، ميه غسيل الرز جميله جدا جدا. هم جايين في الوقت اللي انا غاسله فيه ميه الرز، انا ما برميهاش، بس كانت موجوده عندي في الجردل عشان احط منها جميع الطيور اللي موجوده عندي. فانا اخدت منها، حطيت منها للبط الصغير اللي طلع عندي من تحت البطه، وعنت منها للبط ده بتاع الفراخ والروم، كيس محلول محلول الجفاف اهوت زي ما انتم شايفين. انا في اخر اليوم وبصوا يعني مخرفه خالص، مش عارفه اجمع الكلام، ان انا صايمه وبقينا اخر اليوم، الساعه دلوقتي 7 وشويه، فما عدتش قادره اجمع الكلام اصلا. فالحمد لله ان انا ماشيه على رجلي وواقفه على رجلي لسه اصلا واقفه عند الطيور. فدي كيس محلول جفاف اهوت مع ميه الرز، وهنضيفه عليها ونستقبل عليه الرومي والفراخ بتاعتنا. شايفين شكل المحلول؟ فهنحط الميه دي لهم بقى دلوقتي حالا. معانا بيضايه واحده اهي، هنقلب عليها العلف بتاعنا، حطينا لهم الميه يا حبايب قلبي. وده بقى البيضه بتاعتنا اهي، هنمسكها، الصفار بتاعها جامد جدا لانها كانت في الثلاجه، يعني بكون حاجه زي دي ما بحبش اسيبها بره عشان ما تبص. فهنمسكها نفرمها بقى كده في العلفه كلها كويس عشان تبقى مشمعه في العلفه بتاعتنا كلها، مفيش اي حاجه تانية، اي اضافات تانية هحطها خالص،
ايه مش متوفر عندي النهارده، لا كركم ولا اي حاجه، لا كركم ولا كمون متوفر عندي، اللي بستقبله عليه الطيور، فما فيش حاجه متوفره، فالبضايه هتكفي كل ده. واحنا هنقلبها في العلفه عشان تدي زفاره في العلفه كلها، لان الزفاره حلوه جدا جدا للطيور بتاعتنا، فهنقلبها في العلفه كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين حضراتكم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. تعالى يا عم الحاج رايح فين؟ دي العلف بتاعنا اهوت يا حبايبي، ودي الميه حطيناها له مهيت محلول الجفاف مع الايه، مع ميه الرز. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ليا وليكم الامه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم الخير جميعا، اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. انا فعلا والله العظيم بتبهدل جدا جدا في الشحن اليومين دول، بس احب مع قلبي عشان بس اوفر للناس كل اللي هم محتاجينه، ومش حابه ان انا ازعل اي حد مني زي ما قلت لكم. فربنا يرزقني ويرزقكم جميعا، وانا برضو بطلع بفايده ان انا ببيع الحاجه بتاعتي، بوزعها وباخد منها قرش حلال وقرش كويس، فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. حتى لو مش هصرف منه على بيتي، فانا بجيب بيه علف للطيور الثانيه اللي موجود عندي في البيت، لان عندي امهات الهندي والبراهمه والبط والحاجات والفراخ الثانيه البلدي، وعنده الرومي، كل ده محتاج علف، فلازما ان انا اشتغل عشان اوفر لهم علف، لان دول اللي هيجيبوا لي الانتاج. فيمكن العمل زانق معايا دلوقتي شويه، بس ان شاء الله لما يبدا الرومي يجيب معايا انتاج، فيبدا العمل يتوفر معايا، ويبدا معايا ايه رزق كويس، لان اكتر الفلوس اللي تتوفر معايا بجيب بيها طيور ثانيه انا محتاجاها، زي الرومي مثلا. انا بقيت شاريه الوقت 3 دفعات رومي، فانا محتاجه ان انا اوسع من انتاج الرومي، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. واشتريت جميزه واشتريت فراخ بيضه، فالقرش اللي بتوفر معايا بجيب بيه طيور ثانيه، وبجيب بيه علف لبقيه الطيور الثانيه، فربنا يبارك يا رب. هتتزنق شويه بس ان شاء الله هتروق وتحلى، وربنا ييسر امورنا جميعا. بتمنى الخير لكل الناس، ويا رب يجعله عيد مبارك علينا وعليكم جميعا يا رب ان شاء الله. وان شاء الله هجهز معاكم الاوردر بتاع ام محمد بكره ان شاء الله، نشوف هنلاقي لها كام كتكوت بزرميت، فربنا ييسر يا رب، والاقي لها كميه، لان هي عايزه كميه كويسه، يعني حتى لو 20 كتكوت، حتى ان انا اوفر لها 20 كتكوت حتى، وان شاء الله ربنا ييسر واجهز لها 20 كتكوت على الاقل، او 15 اللي هيبقى متوفر عندي احاول اجهزه لها، يعني هجمع كل البزرميت اللي موجود عندي في البيت العمر الصغير هجمعه كله واحطه لها ان شاء الله، فربنا يبارك يا رب ليا وليكم الامه محمد اجمعين. ده الاستقبال اللي استقبلت عليه الرومي والفراخ الجميزه والفراخ البلد والبزرميت، فربنا يبارك. ما خرجش معانا هند خالص المره دي، كله بزرميت وبلدي، لان ما كانش في موجود، ما حطتش في الفتره ديت، ما حطتش فيه هندي مع الفراخ البلد خالص، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. الفتره الجايه زي ما قلت لكم وانا بصور معاكم الفيديو من فقاسه، هيبقى معانا البزرميت، هيبقى معانا انتاج كويس ان شاء الله، لان يمكن يطلع كل الانتاج كله يطلع اغلبيته بزرميت، لان انا حطيت الديوك الهندي مع الفراخ البلدي والفراخ الاساس والبزرميت كلهم جمعتهم في مكان واحد، فان شاء الله يبقى معانا انتاج كويس. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب بس فيديوهات تكون خفيفه على قلوبكم وبتنال اعجابكم وبتستفادوا منها بحاجات بسيطه. لو بتستفادوا مني باي حاجه ما تبخلوش عليا باللايك وبتعليق حلو كويس كده من قلوبكم كده، يعني تدعوا لي فيه بدعوه كويسه من القلب عشان ربنا يعيني ويقويني يا رب، ويصلح حالنا جميعا ان شاء الله. ربنا يبارك في الجميع، اقول لكم اخواتي وحبايبي وعلى راسي من فوق، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب ان شاء الله. استنوا فيديو جديد واشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.